ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن ده ترند الفيسبوك والهدايا اللي جواه. الكسب 5 جنيه، في منه اطعمه كتير، كل الناس عماله تحط صور حاجات هم كسبوها منها، عقود بقى وخواتم وحلقان والعاب جميله وكل حاجه حلوه في الحياه انت بتكسبيها في الكيس ده. تمام. المهم بقى ايه، ان انا اشتريته وفتحت، قلت عشان ما اضيعش عليكم الوقت تعالوا بقى نشوف انا كسبت ايه بالظبط. اول حاجه عروسه جميله لونها اصفر بتمشي ماشية المكسحين، الله الله، بصوا عامله ازاي، دي اول حاجه. تاني حاجه عربيه لونها اصفر برضو جميله خالص، بصوا الله على الجمال والحلاوه، جميله خالص، بصوا شكلهم ايه يعني، فهم هم ان العربيه دي لقطه، راحوا جابولي واحده زي لونها ازرق في كيس تاني، الاثنين كانوا ورا بعض كده، عارفين انت الضربه القاضيه اللي هي افتح دي اقول قدر الله ما شاء فعل، فلاقي دي وراها يا دنيا ايه وراك غيري ولا ايه. دي اكبر حاجه انا كسبتها. انا بقى ايه، لقيت الكيس كان مليان كده، مليان يعني، بصوا الكيس كان كده، كان مليان كده، قلت يا ده كنز اكيد، انا هلاقي عقدين ثلاثه في الكيس. فتحت لقيت عربيه، العربيه دي يا جماعه اهي على قد كف ايدي، بزنبلك من ورا، بتمشي على السيراميك، سرعتها 50 كيلو متر في الدقيقه. اقول ايه بس، قلم سبوره محترم وابني ناس اهو، محترم اهو. انا خلصت تعليم والله يا جماعه، بقالي سايبه التعليم والسبوره بقالي زمان، يعني اكسبه ليه دلوقتي؟ رحت كسبت الكوتشينه دي، معرفش الكوتشينه دي عباره عن ايه اصلا، بس وراها متكلف، فاهمين انتوا؟ هنشوف احنا هنعمل ايه في الشغلانه دي، هنشوف في الشغلانه دي، يا رب جوزي ما يشوفش الفيديو ده. المهم بعد كده بقى ايه، ده كانت احسن حاجه انا كسبتها بصراحه، بس انا برضو خلصت تعليم، انا خلصت تعليم والله يا جماعه، كنت عايز اكسب اي حاجه تنفعني شخصيا، استيكه وبرايه في نفس الوقت، اهي شكلها عسول، حصاله يا جماعه، حصاله. هما بيحبوا يخلونا نحافظ على فلوسنا، فجابوا لنا حصاله، كتبوا عليها اسم مش اسمنا اصلا، كتبوا عليها احلى بزياده، تويز احلى بزياده، والموضوع خلص على كده. الحاجات اللي انا كسبتها يا جماعه، هو ده الحاجات اللي انا كسبتها، ما كسبتش حتى حلقه، ما كسبتش حتى عقد. بصوا لا، اللي قهرني ان انا لفيت على 2 سوبر ماركت وفضلت واقفه انقي في الاكياس، والراجل كان عايز يمسكني يحدفني بالطوبه في وشي، بس انا اقول مش مشكله، انا استحمل استحمل علشان الم مجوهراتي والياقوت والمرجان اللي احنا بنكسبه. هي دي يا جماعه الفيديو التافه، الفيديو التافه اللي انا عملته هو ده، ضربت ضربه كبيره قوي والله، يعني انا حالتي النفسيه وحشه قوي يا جماعه. الفيديو كده خلص، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.